أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيته بالكساء اليماني فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نهب الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نهب الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي ناب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت ناول الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بساتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لمي ودهنهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم
ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكاتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. قال تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف لغمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الأرباب.